والذين أخذوا العمل وتركوا العلم هم النصارى ومن وافقهم من المتعبدة والمتصوفة الذين يعبدون الله على جهل وضلال ولا يريدون العلم، يقولون العلم يعوق عن العمل، أو يقولون إذا عملت فإن العلم يأتيك تلقائيا بدون تعلم، يأتيك العلم تلقائيا، يفتح على قلبك ويأتيك العلم بدون أنك تعلم على العلماء. هذا قول الصوفية، هذا قول الصوفية قديما وحديثا، يزهدون في تعلم العلم والجلوس عند العلماء، ويقولون المطلوب العمل، وإذا عملت وعبدت الله فتح الله عليك العلم بدون أنك تتعلم، وهذا ضلال والعياذ بالله.